بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعال وانظر، ناخد رؤية جديدة من يرون مجد الرب. تعبير كده اتقال في أشعياء، ناخد حتة من أشعياء. معلش احنا نقلب قديم وجديد كده عشان يعني نعيش المعنى من الجديد والقديم. يرون مجد الرب، تعالوا ناخد النص الأول. هنمشي في أشعياء 35، والشاطر اللي حفظ يحفظه اللي هو مروح. إصحاح صغير بس ممتع جدا، مليان كلام حلو. يقول تفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس، يزهر أزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان، بهاء كرمل وشارون، هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. بيبتدي بحاجة وحشة، أرض يابسة، قفر، وبعدين يقول البرية دي هتفرح وهتزهر والناس هتبقى مزقططة جدا، ومجد لبنان كله يروح للبرية القفرة دي. وإيه كل ده بسبب إيه؟ هيشوفوا مجد ربنا بهاء إلهنا. حكاية يشوفوا مجد ربنا دي اتكررت في أشعياء وما حدش فسرها غير يوحنا. يقول في أشعياء 9 نبوة جت في إنجيل متى، يقول الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. دي موجودة في أول إنجيل متى، أول ما ابتدى يتكلم عن بداية خدمة المسيح، أظن متى 4. يعني إيه؟ المسيح هو النور، فإحنا عايشين في ظلمة، كلنا عايشين في الظلمة. المسيح لما دخل الدنيا، الدنيا نورت، ولما بيدخل حياة واحد حياته بتنور. فالشعب الجالس في القفر أو في الظلمة أبصر نورا عظيما. والظلمة ليها اسم تاني اسمه ظلال الموت، يعني إيه؟ على ذمة الموت أنت عايش، يعني كده كده ظلة الموت، لأن الموت هو اللي له فيك، هو اللي هياخدك في الآخر. لكن طبعا مع نور القيامة خلاص الظلمة دي انقشعت والموت ده اتكسر. فكرة نشوف مجد ربنا دي بقى هي أساس كل كتابات القديس يوحنا. يوحنا إنجيله ورسائله والرؤية بيقول خبر واحد مهم، هنشوف ربنا. تعالوا شوفوا ربنا من أول إصحاح، تعالى وانظر، بص على الرؤية هتلاقوا كلها يقول ورأيت ورأيت ورأيت. بص على بقى رسالة يوحنا، يقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا يرى مجد الرب بهاء إله، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد. تعال وانظر، فاكرينها؟ رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه، تأكيد على فكرة شفناه، شفناه، نخبركم به ليكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. أنا عمال أجمع شوية شواهد كده بس كخدام عشان نفهم يعني إيه يرون مجد الرب، التعبير اللي بيقوله أشعياء. لكن إحنا هنرجع نكمل أشعياء 35 تاني. في عبرانيين 1، دي قرايات على فكرة عيد الميلاد، الحتة دي كلها قرايات عيد الميلاد، لأن هو ده اللي فيه شفنا مجد ربنا، الله ظهر في الجسد. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعل وارسا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو وهو بهاء مجده. يرون مجد الرب بهاء إلهنا. لو فاكرين أشعياء بيقول إيه؟ يرون مجد الرب بهاء إلهنا، يبقى هنشوف المسيح. ورسم جوهري وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتي، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظم في الأعالي. يبقى أول خبر حلو أو أول منظر حلو، الحتة القفر تعمر. طبعا بص بقى القفر ده إيه؟ يتقال على قلبك، يتقال على فكرك، يتقال على بيتك، يتقال على بلادنا، يتقال على خدمة واقفة خالص، يتقال على مشكلة معقدة، كل ده اسمه أرض قفر.
إنما إيه رأيك إن ربنا يفتح عينيك وتشوف القفر ده أصبح يعني في مجد لبنان؟ لبنان دي أصلها كانت يعني دايما مشهورة بالجمال والأزهار والطبيعة، ويقول لك تشم ريحة الورد من على بعد كيلو. طب ما ده كله ده ربنا قادر يعمله حتى لو الأرض قفر. كل ده هيحصل إمتى؟ لما تشوف. يبقى فكرة إن أنا لو شفت ربنا أنا هعمر وهعمر، يعني أنا نفسي حياتي هتطلع بره القحط اللي أنا فيه ده، الحزن والكآبة والضيق والنكد والعصبية، وكل ده قحط وقفر. إنما لما أشوف ربنا هتبتدي الأزهار تطلع والريحة الحلوة تطلع، وتبقى مجد كرمل وشارون، لأننا نرى مجد الرب هائلا. يقول بقى أشعياء، نرجع لأشعياء تاني: شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها. يعني إيه؟ هو الواحد بيرتخي امتى؟ بيرخي ايده امتى؟ تفكركوا الحركه دي بايه؟ ها موسى، مش فاكرين لما موسى فضل رفع ايده، الراجل عجوز يعني مش صغير 80 سنه، وبعد شويه ايده وجعته، فلقى ايه؟ انه الناس هتتغلب بسبب ان ايده بتقع كده، الناس هتتغلب هيموتوا بسببه، فبسرعه رفع ايده، توجعه توجعه بس الناس ما تموتش، وراحوا سندوه اتنين يعني حبايبه عشان يسندوه. هنا شددوا الأيادي المسترخية، يعني إيه؟ لما تلاقي واحد تعبان منهك بيقول لك مفيش فايدة، الحكاية قفر، الحكاية اتعقدت، شدده، ارفع إيده، قول له لا لا تتحل، تتحل برضه. طب دي اتعقدت قوي، معلش هتفك برضه، مفيش حاجة مستحيلة أبدا. والركب المرتعشة ثبتوها، يعني واحد ركبه مرعوشة، يعني حاسس إنه يعني إما بالخوف، تعرفين يقول لك الركب مرعوشة دي إشارة للخوف، أو من كتر الإجهاد، في الحالتين ثبتها. يعني إيه؟ قويه، صحيه، يقول له ما تخافش، خلاص الخبر الحلو جاي، ما تيأس. في صفانيا يقول: في ذلك اليوم يقال لأورشليم لا تخافي يا صهيون لا ترتخي يداك. نفس الفكرة، يعني صهيون وقعت قلبها كده بسبب الحصار والأيام الصعبة، فيجي الصوت الإلهي لا، قولوا لها ما تخافش، ايديها ما ترتخيش. يبقى دي وصية جميلة لينا يا جماعة، بلاش ايديكوا ترخي، يعني بلاش نبطل صلاة، بلاش نضعف، بلاش نبطل سجود، نكمل، احنا ماشيين صح، ما توقفش. نفس المعنى ده تلاقوه في تسالونيكي 5، يقول ايه؟ نطلب اليكم ايها الاخوه، انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تانوا على الجميع. لما تلاقي انسان ضعيف من كتر الاحباطات اللي عنده شجعه، احنا ينقصنا جدا كخدام التشجيع. يبقى تعالى وانظر، انا عاوز اوصل معنى ايه؟ لو عندك رجاء، هي الوعظه دي كلها عن الرجاء، لو انت قادر تشوف ان ربنا ممكن ينور الدنيا دي فجأة، وممكن الصحراء دي تبقى جنينة، القحط ده يعمر فجأة، هتقول لأي شخص محبط ويائس وواقع ما تخافش، شد حيلك، كمل صلاة، اسجد تاني، هانت، لا ترتخي يداك. في المزمور، المزمور ده على فكرة مين شاطر يقول بيجي امتى في القداس؟ عادة بيجي لما تكون سنكسار بطرك أو أسقف، في اليوم اللي بنقول إنجيل الراعي الصالح عادة بيبقى ده المزمور بتاعه. تعرفين في مزمور قبل الإنجيل دايما في القداس، عادة بيتقال المزمور ده ليه؟ عاوزين نقول للبطرك الجديد، ربنا يختار الصالح، إنه إيه القاعدة دي؟ لا ترتخي يداك، أمسكت بيدي اليمين، برأيك تهديني وإلى مجد تأخذني. زي ما حصل مع البابا شنودة، ربنا ماسك بإيده بيهديه في المشورة، ماشي قدامه، وفي الآخر ياخد المجد. فهنا فكرة إنه ربنا ماسك إيدك، خايف ليه؟ هو يمسك إيدك، هيمشي معاك السكة كلها، دي سكته هو، فما تخافش أبدا. نرجع لأشعياء 35 تاني: قولوا لخائفي القلوب. يبقى بعد المنظر الأولاني الجميل اللي هو تزهر أزهارا والقفر يتحول إلى مجد لبنان ويرون مجد الرب هائلهنا، قال شددوا الأيادي المسترخية والركب المخلعة ثبتوها، وبعدين قال قولوا،
قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا، الكلام اللي كنا بنقوله من شوية. هو ذا إلهكم يعني إيه؟ عارفين لما تبقى حاسس إنه في حاجة مستعوقها، وبعدين واحد يقول لك أهو 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 وصل أهو. هو ذا إلهكم يعني هنا إشعياء بيعمل إيه؟ بيشاور أهو جه أهو. فهنا بيقول قولوا للي قلبهم ضعيف ده شد حيلكم، ما تخافوش ما تخافوش، اهو اهو جاي الانتقام ياتي. الكلام ده على فكره ينفع اليومين دول أو. يعني ايه؟ الناس استعوقت ربنا، بنقول ربنا عادل وربنا شايف وربنا بيحب عياله وربنا ما بيحبش الظلم وربنا، وبعدين ربنا ما جاش لسه ليه؟ فلما تلاقي واحد بقى ابتدى يقول هو اتاخر ليه، وابتدى قلبه كده وركبه ترعش وايديه ترخي، يعني ايه شكل الصلاه مش جايبه همها، فاهمين؟ شدده قول له لا لا كمل كمل تشدد، ما تخافش اهو جاي اهو. هو ذا الهكم الانتقام ياتي، جزاء الله هو ياتي ويخلصكم، يعني ربنا جاي جازي وينتقم من الشر من الشياطين. يبقى هو جاي وهيخلصنا. لازم تاني ارجع واقول ايه، كلنا بنتعرض يا جماعة لاحباط ان ربنا ما تدخلش في الميعاد المتوقع وما عملش اللي احنا متوقعينه، فاحنا كل شوية ايه بنحسبها بطريقتنا، وربنا يبص لنا يقول لنا وانا قلت كده لسه شوية لسه كمان. طب معلش بس قولوا لخائف القلوب تشددوا ما تخافوش، هيجي يعني هيجي، ما جاش النهارده يجي بكره، ايه المشكله؟ والانتقام ياتي جزاء الله، يعني ربنا لازم يجازي لانه لازم يعدل لانه قاضي. في فيليب 4 كان بولس مسجون وكانت الكنيسه كلها مضطهده، فطبعا ده احساس وحش، يعني الراجل بتاعك بولس الرسول القديس يتظلم وتفضل ساكت وتطلع عليه تهم الدنيا كلها انه عامل فتنة وسايبه في السجن، واحنا شعبك اللي بتحبه وموت عشانه متبهدلين في كل العالم. فيقول ايه؟ ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس، يعني ايه؟ تفضلوا بالكم طويل وتفضلوا ودعاء زي ما انتم. الرب قريب. قريب ازاي بولس؟ ما انت ما لسه في السجن. معلش الرب قريب. ولا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يبقى الواحد دايما عاوز يفكر نفسه يفكر اللي حواليه، ربنا قريب، تشدد تشدد يا قلبي ما تخافش. قولوا لصهيون لا تخافي هو ذا إلهك يأتي، شددوا الأيادي المسترخية والركب المخلعة ثبتوا. في أشعياء 25 حكاية هو ذا ده هتلاقوها كتير قوي في أشعياء، بقى اللي درس معانا أشعياء فاكرها الحتة دي، إنه كل شوية أشعياء يقول أهو، كل شوية. عارفين اللي كانوا يروحوا يحاولوا يشوفوا سوق العذراء بتظهر في حتة، وتلاقي كتل من أنت واقف كل شوية واحد أهي أهي، وبعدين بقى لا ربنا بيجي واضح جدا وهيجي كل الناس هتشوفه، يقول تراه كل عين يعني مش هنختلف عليه. يقال في ذلك اليوم هو ذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا. هذا هو، هذا هو الرب، يبقى بيشاور. هو ذا هذا دي تعبيرات كلها تؤكد ايه؟ انه بيشاور او انه شايف. هذا هو الرب انتظرناه، يعني يا رب يا استنيناك من بدري اخيرا، فاهمين الفكرة؟ يبقى هتيجي لحظة دايما نقول ايه اهو هذا هو إلهنا انتظرناه فخلصنا، يعني ايه برضو ما خلاش بينا، طلع قد كلام، كل اللي وعد بيه التزم بيه، مع اننا استعوقناه وشكينا فيه وقلقنا وقلنا راح فين ومش باصص ليه، انما في الاخر لا لا انتظرناه فخلصنا. نبتهج ونفرح بخلاص. مين اكتر حد بقى يفضل دايما سامع الصوت وحاسس بالقدوم من بعيد؟ العروس اللي هي ايه؟ القلب الحنين. فاكرين امبارح ولا اول لما لقينا يوحنا لقط على طول وقال هو الرب؟ لانه ساعات يبقى قريب بس انت مش شايف، اصلك مشغول بالسمك او مشغول بالنكد، لان بطرس كان متنكد كان متضايق على قلة السمك،
انما يوحنا لا فارق معاه سمك ولا بحر، فعلى طول قال هو الرب. هنا العروس تقول ايه؟ صوت حبيبي، صوت حبيبك ايه يعني؟ وصل؟ لا ده جاي من اخر الدنيا بس هي سمعاه. صوت هو ذآت طافرا على الجبال، مش عارف سمعته ازاي، تصوروا لسه جاي على الجبال من بعيد وهي سمعته. هي دي بقى الاحساس، فاهمين الفكرة؟ هي دي العروس. يبقى كل ما الواحد حب ربنا قوي، كل ما كان حاسس بقدومه ومطمن جدا انه قريب، ويبقى سامع صوته من بعيد. احنا يبقى صوته قريب ومش سامعين، انما العروس بتعكس كده، طافرا على الجبال قافزا على التلال. نرجع لأشعياء 35. أشعياء بيقول ايه؟ انا بحاول احفظكم النص، انه القحط القفر ده هينبت وهيزهر، والدنيا هتبقى جميلة، ومجد لبنان هيبقى عندنا احنا، ولأننا يرون مجد الرب هائلنا. عشان كده بنقول لكم شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها، وقولوا لصهيون ما تخافيش، هيجي هيجي لازم، لأنه قال هاجي يعني هاجي. حينئذ تتفقح، هي تتفقح دي غريبة شوية يعني، في الإنجليش أسهل، shall be opened يعني مش حاجة كبيرة، لكن هي مقصود بيها زي تتفتح، بس أنا معرفش ليه العربي بتاعها فقح دي. تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح. يعني إيه؟ الآية دي جميلة ليه؟ حينئذ يعني لما يجي ربنا، العين تتفتح والودن تتفتح. بمعنى إيه؟ الواحد يدرك هو جاي متأخر ليه؟ يعني شوفوا لما ربنا يفك الأزمات وكل حاجة تتعدل، الواحد عينه تتفتح ويقول أيوة فهمت بقى، ده كان لازم. عشان نقعد بقى ايه نشوف، احنا دلوقتي مش شايفين حاجة، هو متأخر ومش عارفين ليه ومش فاهمين حاجة، لكن يرون مجد الرب فحينئذ تتفتح او تتفقح عيون العمي، يعني العينين تتفتح والودان تتفتح، يعني الواحد يبقى ايه خلاص فاهم ربنا صح. يبقى احنا لغاية دلوقتي مش فاهمينه، لان احنا مستعوقينه، ايماننا ضعيف، أيدينا مرتخية، ركبنا مخلعة، فعينينا مقفولة. أنا كل ده عشان أوصل لكلمة تعالى وانظر تاني. أنا ليه مش شايف يا جماعة؟ فهمتوا العلاقة؟ أنا مش شايف عشان إيدي عاملة كده، إيدي مرخية. أنا ليه مش بسمع ومش بشوف زي القديسين؟ عشان ركبي مرتعشة، مفيش عبادة. فاكرين لما المية جت على الركب في حزقيال؟ ها؟ المية وصلت من الكعبين للركبتين، واحد يعرف يعني ايه سجود، يسجد بالروح. هم دول ما بيتهزوش ابدا، دول عينيهم مفتوحة ودانهم مفتوحة فمطمنين، احنا مش مطمنين لان الايادي مسترخية. يبقى عندنا ثلاث حاجات مهمة هنا يا جماعة، الحاجات اللي تفتح العينين عشان عيون العمي تفتح. اولا الايمان والرجاء، اللي هي الحتة الاولانية اللي كنا خدناها دي، يفضل عندك رجاء لا يخزى، لازم هيستجيب، لازم، ولازم هتتعدل، ولازم بيسمع كل كلمة اتقالت في الصلاة، ولازم ينصف المظلومين، وإلا يبقى مش هو يعني، هو هو ده طبعه، واخدين بالكم؟ فما ينفعش غير كده، لازم يحصل عدل وإنصاف وياخد بحق أولاده، ولازم يظهر بمجده، يرون مجد الرب، ولازم تتعدل الحاجات اللي اتقلبت، ولازم ينزل الكراسي ويرفع المتواضعين، ده ربنا. فهنا عندك الثقة دي ولا راحت منك؟ الثقة دي اللي هي الإيمان دايما مع توأمه الرجاء، انت واثق ان ده ربنا ما بتغيرش، فعندك رجاء لازم هيعمل كده حتى لو الدنيا كلها قالت غير كده. لما إيليا وقع عن رجائه مرة وقال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي، خلي بالكوا الحكاية ما جاتش في يوم وليلة، ده الوثنية عمالة تزيد 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 تزيد، والناس اللي بتاعت ربنا بتقل بتقل بتقل. فإيليا فضل متماسك 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 وحاسس لا هتفك هتفك، وبعدين في الآخر بقى وقع، قال له ما فيش حد خلاص، قال له لا أنت ليه فقدت رجاءك؟ لا ما كانش المفروض توصل لكده،
وماله لما تزنق 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 يبقى هتفك هتفك. تاني حاجة الآيات دي بقى اللي هنشددها دي التوبة والصلاة. يبقى اللي يفتح العين أولا الإيمان والرجاء، تاني حاجة تفتح العين التوبة والصلاة. أنا بربط التوائم مع بعض، يعني بدل في إيمان لازم في رجاء، وبدل في توبة يعني لازم في صلاة. فالإنسان اللي إيده مرفوعة كتير ده إنسان عينيه مفتوحة، فلا يفقد رجاءه أبدا، ولو فقد رجاءه يستعيده بسرعة، لو اتهز إيمانه يرجع له تاني بسرعة. شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها يعني كمل 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 صلاة. تالت حاجة تفتح العين الحب أو البذل، الحب العملي يعني الحب اللي بيتعب. في علاقة غريبة بين إنك تحب الناس بأمانة وربنا يفتح عينيك، لأن أكتر حاجة تعمي الإنسان الروحي هي الكراهية أو الأنانية. فطول ما أنت بتخدم الناس وبتبذل نفسك عينك تتفتح على طول. وبعدين يقول إيه، إحنا ما زلنا أشعياء 35 وهو إصحاح صغير وهيخلص بإذن الله. المهم إن أنتوا إيه تعيشوا معانا تسلسل الأفكار، لأن ده كله ده زي رؤية، رؤية جميلة بيتفرج على القفر تشق تصور، واحد شايف في الحلم كده أو في الرؤية الصحراء فجأة طلع منها شجر وورد وحلو قوي، وبعدين عرف الناس لازم ترفع إيديها تصلي، فبيقول يلا صلوا كويس وقولوا لصهيون ما تخافوش، وشايف ربنا جاي وفي إيده الجزاء، يعني جاي يعاقب ويأدب ويكافئ الصابرين المتألمين. من ضمن برضو الأخبار المفرحة يقول حينئذ يقفز الأعرج كالإيل. شوف التشبيه الجميل ده، الأعرج نفتكر مثلا الأعرج بتاع باب الجميل في أعمال ثلاثة، الراجل ما كانش بيمشي وبقى يقفز على فكرة، يقول بقى يتنطط يطفر بالطه فهره، يعني ايه بيتنطط زي العيال من كتر ما هو فرحان برجليه مش مصدق انه مش. اذا هتحصل حاجة عجيبة تبقى يعني اكتر من التوقعات، يعني احنا الاعرج عشان يمشي يبقى كتر خيرك يا رب 100 مرة. لا مش هيمشي، هيجري وهينط، فاهمين التعبير؟ مش هيمشي، ماشي ده عادي، لكن الاعرج يقفز ويترنم لسان الاخرس. فاهمين التشبيه الادب اللي فيها؟ يعني ايه مش لسان الحزين مثلا اللي بيتكلم كلام، لا ده اللي ما كانش بيتكلم خالص مش هيتكلم، ده هيرنم. لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر، يعني أكثر مما نظن أو نفتكر. دايما ربنا لما يشتغل ما يجيبش أبدا المتوقع، يجيب أعلى جدا من المتوقع. ما ينفعش تقول ما احنا كنا برضو متوقعين كده، لا ربنا مفاجآته السارة أعلى من توقعات أي حد، دايما يحب يفاجئنا مفاجآت أعظم من توقعاتنا. فهنا الأعرج ينط ينط ويجري، الأخرس يرنم، والبرية اللي ما فيهاش نقطة مية تنفجر فيها عيون المياه والأنهار في القفر. بالنسبة لنا يعني إيه يقفز الأعرج كالإيل؟ إحنا كلنا لا مؤاخذة بنعرج في الحياة الروحية. يعني إيه؟ يعني الواحد يمشي كده شوية وبعدين يجي كده شوية وبعدين يمشي كده شوية وبعدين يتكعبل ويقعد شوية على الأرض بيزك. كلنا ماشيين مش بنجري. مين اللي كان بيجري؟ بولس يقول أنا أركض، ماليش دعوة بيكم اركضوا لكي تنالوا، أنا أركض يقول كده، يعني أنا بجري، أنا مفيش حاجة توقفني. طب إحنا بنعرج، طب وماله؟ حتى لو كنت بتعرج وبقالك سنين بتزق في رجليك زق كده، والصلاة تقيلة والإنجيل بالزق والخدمة بالزق، يجي وقت تلاقي نفسك بتجري. مرة واحدة بتقول على خادم كده فلان ده من ساعة ما دخل الخدمة واخدها جري. عجبني التشبيه، ربنا يحميه في بالي يعني الشخص، انه فعلا انا حاسه كده من ساعة ما دخل الخدمة في ظرف شهور تقريبا كل حياته خدمة وبيجري زي اللي بيسابق الوقت والأيام. يا بخته، هو ده ممكن يحصل؟ ممكن طبعا. واحد ما كانش بيخدم خالص، ما كانش بيخدم خالص بقى واخدها جري، ممكن. يقفز الأعرج كالإيل. كمان الإيل تشبيه جميل
اللي هو الغزال الذكر القوي اللي بيبقى غالبا رئيس القطيع، واللي بيبقى جري وسريع جدا وفي نفس الوقت خفيف، فبينط كده نطات، النطة لوحدها بتخليه يقطع مسافات. عشان كده تشبيه الايه كتير قوي في النشيد وفي حبقوق وفي المزامير، ويعني كما يشتاق الايه الى جداول المياه عطشت نفسي اليك يا الله. فيقول في حبقوق مثلا: الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالايائل، اللي هي الايه برضه، ويمشيني على مرتفعاتي لرئيس المغنيين على آلات ذوات الأوتار. يعني هو كمان بقى يعمل زي داود ويغني. يعني أنا وأنا برتل وأنا بغني ببقى بنط بطفر، ودي فاكرين حصلت مع داود النبي وما عجبتش ميكال مراته. هو كان داود من كتر فرحته بالتابوت بقى بيتنطط زي العيال، فهو بيتنطط زي العيال، الناس كانت فرحانة جدا لأن عارفة فعلا ده بيحب ربنا، فمحدش بصله إلا بمنتهى الاحترام والإعجاب. الوحيدة بقى المتكبرة اللي ما بيعجبهاش العجب بنت شاول، فإيه إزاي وإزاي. لكن هنا نفس الكلام ده، هو عاش داود كان بيتنطط زي الإيل كده قدام التابوت من سعادته. يعني واحد مرة قال لي، ربنا يخلي أنبا ميسائيل، إنه كان البابا شنودة رايح برمنجهام عند أنبا ميسائيل، الكلام ده من سنين طويلة، فواحد من اللي كان حواليه بيقول لي ما كنتش تشوف أنبا ميسائيل قبل ما يوصل، كان بيتنطط وكل شوية يقول أبويا جاي أبويا جاي، لأن أنبا ميسائيل كان يعني تلميذ سيدنا البابا فترة طويلة وكان بيحبه بطريقة يعني عجيبة. أنا حضرت مرة كنت واقف جنب قداسة البابا وأنبا ميسائيل جاي من باب المقر جري ما مشيش، أول ما شاف البابا جري وما عملش مطانية نط عليه وانا بقيت مذهول وسيدنا قعد يضحك لانه من الحب حب برضه. يعني فيجعل قدمي كالايائل، يعني اللي بيحب ربنا ده بيبقى بينط ما بيبقاش بيمشي. يقول: كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله. يبقى زي ما الايل بياخدها جري كده، الانسان الروحاني اللي بيحب ربنا وعنده رجاء وعنده صلاة وعنده محبة بيبقى بيجري في اتجاه ربنا ومفيش حاجة بتوقف. بنفس المعنى برضو، ما هو التشبيهات كتيرة في الكتاب، لأنه فاكرين أنا قلت لكم زمان مرة التشبيهات اللي في الإنجيل بتعمل دبل إفكت، بتخليني قادر أفهم المعنى اللي بيقوله المسيح، وبتخليني لما أشوف التشبيه ذاته أفتكر اللي قاله المسيح. أقولها تاني، يعني لما بيقول انظروا طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد وابوكم يقوتها، فانا افتكرت ايه عشان افهم يعني ايه ما عولش الهم، كل شويه افتكر انه ما هي العصافير ما بتفكرش وبتاكل. ده المعنى الاولاني. المعنى التاني، كل ما اشوف عصفوره افتكر ايه ما تعولش الهم. فهمتوا الفكره؟ هي نفس الكلام، لو رحت جنينه الحيوانات وشفت غزاله هفتكر ده، ولو افتكرت حتة ان انا بجري مخي هيروح في الغزالة، يبقى فهمت التشبيه واضحة. هنا مثلا تشبيه تاني يقول: منتظر الرب يجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور. كل ده في السرعة في الركض، لان النسر بقى مش بيجري ده بيطير. يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. يبقى هنا القفز والجري ده دايما اشارة للحماس والفرح والغيرة. وخلي بالكم البداية كانت ايه؟ الأعرج، فاهمينها؟ يعني قال ايه ده، كل ده ينطبق على شخصية ما تنفعش خالص تعمل كده، يقفز الأعرج كالإير. نرجع للإشعياء 35: ويصير السراب أجما. ايه الأجمة دي؟ مترجمة هنا بول، يعني حوض مية ملوش آخر. السراب انتوا عارفين السراب، لما واحد يمشي في الصحراء ويتهيأ له في مية وبعدين يقرب يلاقيها شوية رملة بس انعكاس الضوء وكده، لا السراب بقى مش يطلع شوية مية بجد، ده يطلع بول، يطلع مية حقيقية. أجمة والمعطشة ينابيع ماء في مسكن الذئاب، في مربضها دار للقصب والبرد. يعني في الحتت اللي ما تتوقعش فيها مية خالص تلاقي مية غزيرة،
كل دي تشبيهات جمالية عن عمل الله العجيب في ظروف صعبة قوي مش متوقعة. القفر يصير جنة، وإيه والأعرج يجري، والأخرس يسبح، والأرض العطشة تبقى فيها أجمة وينابيع ماء. طبعا ينابيع المية دي احنا اشتغلنا عليها كويس امبارح في اليوم الأخير العظيم من العيد. وقف يسوع ونادى: إن عطش أحد فليقبل إلي من تجري من بطنه أنهار ماء حي. يبقى الواحد بعد ما كان يعني عطشان خالص، أعرف كده خادم يعني ربنا يحميه برضه، كان شلوف ربنا خالص، وبعدين ربنا افتقده لأنه وكان مهرج بزيادة وكان غاوي بقى شرب وهيصة وكلام زي كده. بس هو فعلا كان شخصية طيبة يعني، ما تقدرش تقول عليه غير كده، لكن مالوش في ربنا خالص، ما يعرفش حتى الإنجيل ده أوله من آخره. دلوقتي ربنا يحميه بيبعت رسائل لآلافات يوميا من الإنجيل تأملات، من كتر ما هو الموضوع مال دماغه، وتلاقيه تقعد معاه عاوز يتكلم في الإنجيل في أي وقت، وده مش ماشي خالص مع شخصيته بتاعت زمان. تحس إنه أيوه أنهار ماء حي فعلا، يعني الموضوع إيه ده شغل ربنا كده. كل من يشرب من هذا الماء يعطش، من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش، بل يصير فيه ينبوع ماء ينبوع إلى حياة أبدين. كلمة ينبوع يا جماعة يعني إيه؟ مصدر، مش بس ماء وخلاص، لأ حاجة بتطلع ما بتخلص. برضو أرميا يقول: شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. يعني أنا ينبوع المية، هم رايحين فين؟ ليه بيجروا برا؟ يبقى إذا كان المسيح ينبوع، أنت نفسك تبقى ينبوع ماء من كتر الفرح. 35 نرجع تاني: وتكون هناك سك. يبقى ادانا تشبيهات جميلة أوي، ادانا تشبيه الزرع الزهر تزهر في البرية أزهارا، وادانا تشبيه الإيل الأعرج بيجري والأخرس بيسبح والأعمى بيفتح واللي ما بيسمعش بيسمع. بعدين التشبيه تاني انه الحتة القحط دي بقت كلها مية، غرقت مية. وبعدين يدي تشبيه اخر، كل ده عشان ينقل لنا بركات العهد الجديد او فكرة يرون مجد الرب. لو شفت ربنا يحصل في حياتك ايه؟ يقول: وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدس. خلي بالكم في الترجمة مكتوبة هاي واي، عارفين الهاي واي بتاع البلاد الكويسة يعني، فيقول لك هتبقى في سكة بقى، ولغاية دلوقتي ما كانش في سكة، هيبقى في سكة وفي طريق يقال لها الطريق المقدس، لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. يعني ايه؟ عارف لما تاخد سكة كده وتقول لك بص لا تحود يمين ولا شمال، تفضل في السكة دي هتوصل. هي المقصود بيها كده ايه؟ يعني الجاهل هيوصل. ما هو لما تكون حواري زي بتاعتنا بصراحة الناصح ما بيوصلش، لانه هي فعلا سكة توه، انما سكة ربنا ما تتوهش. فهيبقى في سكة وفي طريق بيتقال عليها الطريق المقدس، لو واحد جاهل فيها مش هيتوه. يعني لا محتاجة ذكاء ولا محتاجة علم ولا محتاجة فلسفة، هي سكة توصل. وده النهاردة موضوع انا هو الايه؟ فاكرين انا هو الطريق، النهارده انجيل يوحنا انا هو الطريق. اذا من النبوءات او الاخبار اللي بيقولها لنا لما هتشوفوا مجد ربنا لما يجي المسيح على الارض، هيبقى في سكه طريق معروف اسمها الطريق المقدسه، ما فيهاش حاجه غلط، ما يمشيش فيها نجس، لا يعبر فيها نجس، بل هي لهم، دي هديه ربنا ليهم، واللي يمشي فيها ما يتوهش ابدا. فأشعية 30 قبلها بكم إصحاح يقول: تسمعان كلمة خلف قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. يعني كل ما تحدف يمين ربنا يقول لك اعدل اعدل، تدخل شمال يقول لك صح غلط ارجع ارجع. عارفين النافيجيتور بتاع ده الجهاز اللي بيحطوه في العربيات الكويسة؟ مش ممكن هيشتغل في مصر، ما اظنش يعني ينفجر لو اشتغل في مصر.
عارفينه طبعا، اللي هو بيبقى في الشاشة العربية، وده ممتع جدا لأنه بيفضل يكلمك طول الوقت، يعني حتى إيه اللي عنده وحدة هو بيسليه. إنما الجميل فيه دايما الفكرة اللي بتعجبني فيه، إنك مهما تهت ما يزعقش فيك. يقول لك لف وارجع عادي جدا، يخترع لك سكة تاني ويرجعك على الطريق تاني. هو ده ربنا، يعني تميل يمين تميل شمال يقول لك غلط غلط ارجع ارجع، يعني هي سكة واحدة ما بتتوهش، وصوت جوه السكة بيقول لك ارجع تاني للسكة. هكذا قال الرب. شوفوا في كلام عن السكة جه كذا مرة ازاي، اشعياء 35، اشعياء 30، ارميا 6 بيقول ايه؟ هكذا قال الرب، قفوا على الطرق وانظروا واسألوا. ده الكلام زي بتاعنا دلوقتي، واحد يقف على اول السكة يسأل هي سكة فايد منين كده. اسألوا عن السبل القديمة، يعني شوف اللي قبلك مش ازاي، اين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. مين شاطر يقول لي المسيح قال تجدوا راحة لنفوسكم امتى؟ تعالوا الي جميع المتعبين وانا اريحكم، تعلموا مني فتجدوا راحة لنفوسكم. يعني ايه هو الطريق برضو، فهمتوا الفكرة؟ فهنا تجدوا راحة لنفوسكم يعني ما تغلبش روحك، امشي وراه وخلاص، اسأل فين المسيح وامشي وراه وبس. لكنهم قالوا لا نسير فيه، مش عاوزين نافيجيتور، مش عاوزين حد نمشي وراه، هنمشي بدماغنا، هنعيش العيشة اللي تريحنا. يا عم انت مش اول واحد يمشي على الارض، ما اللي قبلك ملايين دلوقتي وصلوا السماء، عارفين السكة صح، ما تمشي وراهم. ليه بتعند؟ ليه بتقول مش همشي؟ الكنيسة الأولى كلها خدت لقب الطريق، فأعمال 24 يقول بولس وهو بيتحاكم، أقر لك بهذا أني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله أبائي. هو كانوا بيسموه واحد إمام الطريق، بولس كان لقب من ألقابه إمام الطريق، الطريق اللي تطلع منها الطرق الصوفية بتاع. أول مرة اتقالت الطريق دي اتقالت على المسيحية، لأنه كانوا يمشي يقولوا إحنا عرفنا السكة، يمشي يقولوا للناس إحنا عندنا السكة، اللي عاوز السكة يجي ورانا. فقال له فعلا أنا من ناحية موضوع الطريق ده أنا تابع الحكاية. لا يكون هناك أسد، نرجع عشان 35، وحش مفترس لا يصعد إليها. الأسد الوحش المفترس اللي هو إيه؟ الشيطان. يعني السكة المستقيمة دي ما يطلعش عليها شيطان، ما يقدرش الشيطان يكعبلك فيها. طول ما أنت ماشي في النور، ماشي ورا ربنا، ماسك في الإنجيل، ليك أب اعتراف، بتتوب وبتصلي، خلاص ما يدخلش السكة دي فيها أسد. لا يوجد هناك وحش مفترس بل يسلك المفديون فيها. يبقى السكة دي أولها فداء، أولها معمودية، وكل المفديين ماشيين في السكة دي وما يقدرش عليهم عدو الخير. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. آخر جزء بقى أشعياء 35:10، ومفدي الرب يرجعون. يرجعون يعني إيه؟ هو عمال يقول يمشوا في السكة مش كده، والسكة دي فيها المفديين، وبيقول لك امشي وراهم، وشرحها في مرة تاني وقال ده القفر اللي يبقى فيه أزهار ويبقى فيه أجمة ماء. مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم. خلي بالكوا يعني السكة دي ماشية ازاي. هو ليه مش بيقول يمشون، بيقول يرجعون؟ لأنه احنا رايحين السماء ولا راجعين السماء؟ الأدق راجعين. طب ليه أدق؟ لأننا اتولدنا من فوق، فهمتوا الفكرة؟ ما احنا لما اتولدنا من فوق طلعت بلدنا دلوقتي السماء، فلما نقول راح السماء ممكن تقول رجع السماء، لأن هو لما تعمد خلاص جه من السماء، فجه من السماء مأمورية وخلص مأموريته ورجع السماء. فهنا مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم. تعبير غريب جدا، يعني إيه فرح أبدي على رأسه؟ يعني هو الفرح يبقى على الرأس؟ إيه الفرح اللي على الرأس ده؟ ها؟ ممكن يبقى تاج او اكليل، لكن كانه عاوز يقول وشهم منور من غير ما فرحانين، فرحه باينه من بعيد باينه وابدي، ايفر لاستنج، يعني الفرحه دي مش ممكن تروح خلاص. عشان كده ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا يقدر احد ايه ان ينزع فرحك.
ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتناهد. دي اللي خدناها في الأوشية، اللي فاكر منكم الأوشية الراقدين يقول إيه؟ الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناهد، جايبينها من أشعياء 35. فإحنا بنغير من اللي سبقونا ونقول لهم يا بختكم ما عندكوش لا سياسة ولا جغرافيا ولا حزن ولا كآبة ولا تناهد، فرح أبدي على رؤوسهم. في نفس في الرؤية يقول حاجة شبه كده، يمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأمور الأولى قد مضت. طيب أنا هلخص اللي قلته، بس أتمنى تحفظوا الإصحاح ده. الإصحاح ده لو حفظتوه هتحسوا بفرح. إحنا ابتدينا بأنه أشعياء بيقول خبر حلو، القفر هيعمر والأزهار هتطلع، وبيقول لنا ما تستغربوش لأننا هنشوف مجد الرب بهائه، هنشوف ربنا بهي، يعني واضح جدا. قال بس عليكم ايه؟ شدوا الايادي المسترخيه والركب المرتعشه ثبتوها، وقولوا للناس المنزعجه ما تخافوش ما تخافوش، جاي جاي وجاي بسرعه، وايه وهيعمل اللازم. ساعتها هتلاقوا الارض القحطه دي بقت كلها مفاجر مياه، ميه طالعه في كل حته، وهيبقى في سكه، هيبقى في طريق ما تتوهش ابدا، وما يقدرش يطلع عليها أسد ولا وحش مفترس. في السكة دي هتلاقي كل المفديين ماشيين، والمفديين كل ما يقربوا للسماء تلاقي فرح أبدي على رؤوسهم، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.